وإن لم يسأل ربك غضب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. من رضي بالقليل أعطاه الكثير، ومن سخط فالحرمان وجب. يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ورغب. قبض قبضتين من الأرض، قبضة الجنة لرحمته، وقبضة النار إذا غضب. لا تسألن إذا ملك الملوك وهب، لما أعطى عن السبب. أفلح من التزم مع الله الأدب. تساؤل في نفوسنا تسألناه، وبأمل في قلوبنا رجوناه. بطل العجب إذا عرف السبب. لا إله إلا الله الملك، إليه المنقلب. يحكم ما يريد فيما يريد، فلا تعقيب ولا عجب. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب نطق بأفصح الكلام، وجاء بأعدل الأحكام. وما قرأ قط محمد وما كتب. سلم معبد استقاها اللبن والشاة مجهدة وعاجب. سل السيوف سل الرماح، هل حملها مثل محمد محارب؟ سل الشهداء، هل للنبي محمد في الدنيا مآرب؟ سل صناديد الكفر قريش، من الصادق ومن الكاذب؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأخيار الذين قال فيهم النبي المختار: آل بيتي كسفينة نوح، من أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني وجبت له الجنة. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الليلة الطيبة المباركة نجلس سويا وكأن على رؤوسنا الطير من خشية الله، نستمع إلى قارئ حفظ القرآن فحفظه الله، وأعطى للقرآن حقه فأنزله الله مقداره. ملك المقامات الدكتور عبد الناصر حرك، الذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية، والذي استمعنا إليه منذ أيام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري، إذاعة قرآن الكريم قرآن الجمعة من محافظة بورسعيد. الله ربي أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله يا سيدنا عليك يا دكتور. فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين فظن أن لن
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 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 إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين mm
وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون
كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن وإنا له كاتبون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا إلينا راجعون نسأل الله المدد. حاضر إن شاء الله. حاضر لا خلاص بقى أنا دلوقتي أقولك معلش معلش كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب و
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سلم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا
يعقلون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ما هي دي الحفظ دي الله ان شاء الله عليك.
وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا 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 لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. شكر الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. عشنا في رحاب القرآن الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ دكتور عبد الناصر حرك قارئ لزعوة التلفزيون العربي الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وبلبل وكروان محافظة الغربية. وزيعت عليكم من داخل كبرى الفراشة والفراشة الكبرى بمدينة الجمالية لصاحبة الحاج سيد إبراهيم المعاملي بالجمالية. كبرى الإنارة لصاحبة الحاج شوقي داوود بالجمالية. إذاعة القرآن الكريم لصاحبة الحاج دسوق الباشرف إدارة أسامة دسوق الباشرف بالجمالية.